إذا للحديث عن حملة الإفلات من العقاب في العراق التي أطلقها عراقيون وناشطون في الداخل والخارج وأهميتها مع تصاعد عمليات استهداف المتظاهرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، مرحبا بكم. يعني حملة إنهاء الإفلات من العقاب التي دشنها الناشطون العراقيون وأيضا دعوا إلى تظاهرات في العراق والعالم، هل يمكن التعويل على هذه الحملة في ملاحقة المتورطين بالدماء العراقية دكتور؟ بدءا حياك الله وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام وحيا مجال التواصل. هذه الحملة هي لابد منها سواء كان الأمل فيها كبيرا أو متواضعا، لأن لابد أن يكون هناك حراك بهذا الإشكال. فحراك بهذا الحجم تحت عنوان End of Ambiguity in Iraq شيء جيد جدا وقد يعطي إيجابيا، وذلك لأن الحراك الدولي مهم في هكذا عمل لسببين أساسيين. أولا هو لأن المجتمع الدولي هو من سبب الحالة في العراق. اثنين، أن القائمون على القتل والدمار وجه الدولة في العراق عجزة عن أن تقوم بفعل معين لذاتها، لذلك لابد من ضغط دولي يعطيها أملا كبيرا باتجاه الصحيح. طيب دكتور، هل تعتقد أن قوى العملية السياسية يعني ربما ستشعر بالحرج السياسي والأخلاقي من جراء تصاعد الأصوات العراقية وغير العراقية ضد نهج الإبادة الجماعية في العراق؟ بالتأكيد، وإلا هي كيف استطاعت هذه القوى التي تقفر كيف ما تشاء وأن تشاء أن تأخذ مداها، لأن القوى السياسية تساند هذه العمليات الإرهابية بشكل أو بآخر. لأن الحراك الشعبي ثورة تشرين جاءت ونادت من أجل تغيير هذا الواقع الفاسد المتمثل في وجود هكذا رموز في سلطة سياسية، وبالتالي يسعدها عملية القتل للمتظاهرين ويزعجها أي نشاط دولي موجه بشكل علمي مدروس. لذلك قد تنزعج، نعم، ولكن نأمل أن هذا الانزعاج يزيد الثوار أصارا لأن فعلهم مؤثر حيال هذه المجاميع. على ذكر ثورة تشرين دكتور قحطان، يعني هل تعتقد أن خلاص العراق من هذا النفق المظلم ربما بات قريبا أو مرتبطا بنوع ما بحراكه الشبابي الذي تجسد بثورة تشرين؟ والمنطلق الأساس وهو السند الأساس للتغيير العراقي القادم، لأنه عبر عن إرادة جماهيرية عراقية شاملة بكل الشمولية. المسألة التي تحتاج إليها لكي تكتمل المسيرة هو استمرار الثوار في نهجهم وابتكار آليات جديدة التي ابتكروها مؤخرا، وأيضا بزيادة الحراك الدولي الداعم لهذه الثورة والضغط على الجهات الرسمية الحكومية. ونحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لأنه قصر كثيرا في العراق، لم يكن فعله في العراق يشابه أفعال المجتمع الدولي في دول أخرى. إذن استمرار الثورة، نعم، هو الطريق السليم والأصح لإنجاح الرغبة للتغيير. دكتور، تعتقد أن تنظيم حملات أخرى على غرار حملة الإنهاء من الإفلات من العراق، حملة الإنهاء الإفلات من العقاب من العراق، يعني ربما ممكن أن تضغط على المجتمع الدولي لرفع يده عن الميليشيات وبالتالي إيقاف عجلة الموت اليومي؟ بالتأكيد هذه أول خطوة وسوف تنجح بإذن الله، وأي مستوى النجاح هو يصب لصالح الثورة وصالح حركة التغيير. وبالتالي أنا أتوقع أن هناك حملات أخرى تأخذ مدى آخر وأشكال أخرى عراقية دولية لأجل الفضوة بجنابك هي ضغط المجتمع الدولي على عناصر الفساد في العراق والميليشيات في الفساد ومن يدعم الميليشيات في العراق. من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لكم.